ملكة جمال، عارضة أزياء، ثم نجمة من الطراز الأول، تتنقل بين الأدوار البارزة على الشاشة الكبيرة، فحققت جولدن جلوب وإيمي والأوسكار. هكذا وثقت هالي بيري اسمها في هوليوود، وحازت على ثروة تصل إلى 90 مليون دولار. فكيف نجحت في ذلك؟ ولدت هالي بيري في كليفلاند بولاية أوهايو في عام 1966. والدها أمريكي من أصل إفريقي، بينما والدتها فرنسية وألمانية. عاشت طفولة قاسية، كان والدها مدمناً للكحول. وعندما كانت هالي في الرابعة انفصل الوالدان وتخلى عنها والدها، ثم ربتها والدتها التي كانت تعمل بالتمريض آنذاك، كما دعمتها في طموحاتها الفنية وساندتها بدراسة الرقص والتمثيل. كانت هالي تؤدي العروض المسرحية في سن مبكرة، لكنها ظهرت لأول مرة في دائرة الضوء عندما كانت في 17 من عمرها، عندما فازت بمسابقة ملكة جمال التين الأمريكية عام 1985. وبعد ذلك بعام نالت لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، ما منحها فرصة للعمل كعارضة أزياء، وعلى إثرها قامت بعروض لعلامات تجارية بارزة. ورغم شغفها بالفن، درست هالي تخصص الصحافة الإذاعية، لكنها تداركت الأمر، وقبل أن تحصل على فرصها في عالم الفن تخلت عن الدراسة واختارت احتراف التمثيل. في عام 1989 ظهرت لأول مرة على شاشة التلفاز في المسلسل الأسبوعي Living Dolls، لكن الدور الذي قدمته للمجتمع الفني كان دورها كمدمنة في فيلم Spike، حيث قدمت دور سيدة مدمنة، ما منحها الفرصة للحصول على دور رومانسي في فيلم بوميرن، حصلت إثره على إشادة كبيرة. المنعطف الأهم في مسيرتها كان اختيارها لأداء شخصية البطلة في فيلم يحكي سيرة الفنانة دوريثي داندريدج عام 1999، حيث حصلت على جائزتي إيمي وجولدن جلوب، ولم تتأخر طويلاً لتحظى بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة. في العام اللاحق لعبت دور الأم الحزينة في فيلم الدراما مانسترز بول، وحصلت عنه على جائزة جولدن جلوب مرة أخرى التي حصدتها لاحقاً في العامين 2006 و2011. شاركت هالي بعدها بمجموعة من الأفلام المتميزة، حيث قدمت أكثر من 50 عملاً، من أهمها فيلم Die Another Day 2002، أحد أجزاء سلسلة جيمس بوند، وسورد فيش، وإكس مان، وكات وومن، وغوثيكا، وروبوتس، وبيرفكت سترينجر، وذا كول، وكيدناب، والعديد من الأفلام الأخرى. اليوم تعد هالي إحدى الممثلات الأعلى أجراً، وتقدر ثروتها بنحو 90 مليون دولار، ولكنها رغم تحقيق كل هذه النجاحات تعيش ظروفاً صعبة، حيث عانت من إصابات جسدية عديدة، منها فقدها 80% من حاسة السمع في أذنها اليمنى إثر اعتداء صديق عليها، كما أصيبت بعدة جروح وكسور في حوادث أو أثناء تصوير مشاهد بعض أفلامها، وأصيبت بتسمم في الغذاء على متن بارجة تابعة للبحرية الأمريكية، كما أنها تعاني من مرض السكري.